أول محرم يوم غير مجرى تاريخ الأمة الإسلامية، وكان تقويما جديدا يوم أذن فيه المولى عز وجل بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة من العناء بين قومه، مناسبة تحمل رمزية كبيرة وتختلف طريقة إحيائها من منطقة إلى أخرى. أن نحاسب أنفسنا ببداية هذه السنة المباركة، ونحن في هذه السنة الجديدة نحاسب أنفسنا ماذا فعلنا في السنة التي قبلها. وعمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المناسبة هذه تعجبت وصلينا على النبي أنا وياها، اللهم صلي وسلم على رسول الله، ودرنا المحسوب الموسم فهم، هدرنا على هذا المعلمة هذه وسيب الطعام وشرب صحة ولهنا غير منش عارف أنا الماكلة وطعام ومنش عارف ورشتة وذا وش عارف قليل اللي يعرف هذا. وإن كان هذا محرم، فإن جيل اليوم الذي يتفنن في طرق الاحتفال بالسنة الميلادية قد لا يعلم شيئا عن رمزية الهجرة النبوية وخصوصية شهر محرم، بل حتى أن كثيرين يجهلون السنة الجديدة في التقويم الهجري. شغل غير تقدر تقولي بلي تنسى، خاطر كانوا عنده تقاليد تاعو، كانوا عنده تما كي كان قبل كما نقولوا كي قبل ما يلحق الناس كاع على بالها بلي جاي اول محرم وعلى بال واش يديروا فيه واش ما يديروش فيه. مي دو كان نابورت واحد لو كان تسقسي على اول محرم يقول لك نورمال اول محرم وخلاص. بلي فهاد اليوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم باليش يجي عام جديد هجري جديد، عام جديد هجري 1439 نومار. بين الامس واليوم تعاقبت الأجيال، عادات وتقاليد ومناسبات كانت نسوة الزمن الجميل يعتبرنها عيدا، والآن اختلفت المفاهيم وتغيرت أشياء كثيرة.